السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة هدى، كل عام هجري وحضرتك طيب يا فضيلة الشيخ. وحضرتك بخير وبسلام، اتفضلي. أتمنى من ربنا أنك تدعي لي يا رب كده في أيام جميلة، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. ربنا يفتح عليكي ويريح بالك ويشرح صدرك ويفتح ليكي ويوسع رزقك إن شاء الله، ويحقق لك ما تتمنين يا رب. اللهم آمين جميعا يا رب. آمين يا رب العالمين. طلبي أنا ليا حاجتين بس، تفضل. يعني قلت أما أكلمك فيهم عشان برضو الناس تسمع، ويمكن ربنا يهديهم ويهديني معاهم إن شاء الله. طيب تفضلي. أولا لما بكون متضايقة من حد أيا كان، بحس إن أنا مظلومة، بحاسبين كتير. هي الحسبانة حرام؟ أو الحسبانة كده أنا يعني بشتم أو بنتقم أو بدعي؟ يعني أنا أعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان متضايق في يوم من الأيام قال حسبي الله ونعم الوكيل. طيب. ده أولا. طيب ماشي، ايه تاني؟ ثانيا انا كنت بصلي وكنت بقرأ قرآن وكنت ملتزمة الحمد لله، ودرجة بخلص 5 أجزاء في المصحف في مدة يوم. فوجئت كده بقالي دخلت على اكتر من كام سنة بحاول التزم تاني بالصلاة، مش بعرف اصلي، عايزة امسك اختم المصحف مش عارفة اختمه. يعني ممكن اصلي الفجر دوت مواظبة عليه. هقول لك انت عايزة تقولي انا بقيت الصلوات لا. حاضر. فده حاجة مضايقاني. هقول لحضرتك انت إيه؟ عايزه تقولي انا ازاي ارجع مره تانية للحال اللي انا كنت عليها، صحيح؟ مع اني انا بشتغل وشغلي برضو واخد وقتي. هقول لحضرتك بس حضرتك سنك كام سنه؟ لا انا عندي 45. 45 وعندنا اولاد؟ لا انا انسه لسه يا حاج. طيب اقول لحضرتك انا توقعت كده، وعشان كده بقول لحضرتك اكلم حضرتك. بص يا استاذه هدى، الحاجه الاولانيه الحسبانه، بالعكس، ده واحد بيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، بالعكس، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، خلاص عليه توكلت، خلاص أمري لي. فالحسبنة، بس هي إيه اللي خلى الحسبنة بتتقال عند الناس على إن هي نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الدعاء والمعاداة؟ لأنهم عارفين قوة هذا، قوة إن الواحد يلتجئ إلى الله ويحتمي بالله. فالناس بدل ما تقول للناس طب خلاص سامحني وما تتحاسبنش عليا وانا مش هظلمك تاني، تقول له ايه ده انت بتشتمني؟ طب ما تروح انت تعالج الظلم اللي انت ظلمته لفلان. لما الانسان بيقول حسبي الله، يعني الله يكفيني، حسبي الله ونعم الوكيل، وهو يتوكل عني وهو وكيلي في ان يحميني من اذاك وضرك. اللي ما ظلمش واللي ما ضررش ما يضروش في حاجه. طيب احنا لما نقول كده ما يبقاش جوايا غل، لكن جوايا افتقار والتجاء الى الله وانكسار. طيب الحاجه الثانيه، انا من ساعه ما حضرتك سالتيني يا استاذ هدى انا حاسس ان في شيء. انا اقول لحضرتك الحقيقه، انا في حاجتين بنصح حضرتك فيهم عشان ينصلح مساله الصلاه ومساله قراءه القران ومساله كل ما كان بينك وبين الله. أول حاجة إن الإنسان يكون عنده مراد وعنده احتياج وما يتحققش، ده مش معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش لدعائه، ولا إن ربنا سبحانه وتعالى إزاي بيعطي للآخرين اللي هم مش على نفس طاعته، وإزاي هم ما بيدلوش مع إنه بيدعيه ومع إنه بيصلي. ولذلك المفهوم اللي إحنا عايزين نغيره إن ما فيش علاقة ما بين عبادتي بربنا وما بين اللي مختارهولي ربنا سبحانه وتعالى، لان اللي مختارهولي ربنا ده هو الخير. فلازم انا املا قلبي بكده، ان اللي انا فيه ده من عدم الوصول الى الزواج او الى كمان الى الانس والى ان يكون معايا حد ونيس، ده مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى نسيني. لازم نفصل ده عن ده. بالعكس، الله بيرعاكي، والله سبحانه وتعالى جعلك في حال، جعلك ازاي تعرفي قربه وفتح لك الابواب. ده اكتر حاجه ممكن تخليك توصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى، ان انت تكون مع الله بالرضا. في شويه سخط دفين انت عايز تخلصي منه. نتخلص منه ازاي؟ ببساطه خالص، بان احنا نسلم امرنا لله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى يدبر لنا امرنا، وإن ربنا سبحانه وتعالى أحن علينا منه، وإن إحنا غرقانين في نعم ربنا. يا جماعة الخير يلي بتأخر جوازكم، إن إحنا غرقانين في نعم ربنا، أوعي الحكاية دي تخليكي ما تشوفيش نعم ربنا عليكي.
ما تشوفيش ان انت ناجحه، ما تشوفيش ان انت، كل ده رزق من الله سبحانه وتعالى. كون انا عندي احتياج لحاجه معينه ما تعنيش ان انا ما عنديش نعم. هي دي الحاجه اللي احنا عايزين نفكها. احنا غرقانين في النعم، حتى لو في حاجه معينه احنا حاسين ان حياتنا فيها مش متحققه، لان ربنا سبحانه وتعالى ارحم علينا منا. لان ممكن كنت حضرتك برضو تكلميني في حاله تانية، لما يكون ربنا دبرك حاله تانية وانت حسيتي بتعب ووجع واستهلاك، حس بنعمه ربنا، عيشي نعم ربنا، اكثري من الحمد والصلاه على حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقي في الحياه هتجد الابواب كلها مفتوحه. حضره النبي قال له اجعل لك صلاتي كلها، قالت اذا ان كفيت همك ووقيت. كتري من الصلاه على حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وغيري برنامج حياتك، وكثري من الحمد والشكر لله، هتشوفي نفسك غارقه في النعم، وساعتها هتهدئي وتجد لنفسك بتتفتح عليك ابواب من الوصل بالله كانت مغلقه. يا رب ربنا يبارك لك ويجعلك دايما في خير وسلام.